هذه قصة ناش السوسنة السوداء. في يوم من الأيام وفي قلب الصحراء القاحلة، نعم إنه ناش. وتمر الأيام، ويبدو أن صديقنا ناش اعتاد على هذه الحياة المملة. يكبر ناش ويبدو عليه الكسل والتعب، وفجأة يسمع صوتا من بعيد. هذه أول مرة يرى ناش القرية. ما هذا؟ إنهم أولاد يلعبون ويمرحون. هل أنت بخير؟ هل تود اللعب معنا بالكرة؟ كرة؟ كرة؟ في البداية لم يعرف ناش كيف يلعب بالكرة، ولكنه أحب الكرة وبدأ يستمتع باللعب. وقبل أن يودع أصدقائه أهدوه كرة. ومنذ ذلك اليوم عرف ناش ما يريد. وقرر أن ينضم إلى أصدقائه ويمارس الرياضة. هيا يا أولاد، حان وقت الاستراحة. لقد حضرت لكم مفاجأة ستعجبكم جداً. عندي خبر رائع لكم، مدرستنا ستشارك لأول مرة في مباريات رياضية ستعقدها اللجنة الأولمبية الأردنية في المدينة الرياضية، ويجب علينا أن نرشح أحدكم ليكون قائد الفريق، فمن تقترحون؟ نريد ناش أن يقود فريقنا. طبعاً ناش. استعد ناش ورفاقه لخوض المباريات، وها هي الرحلة بدأت إلى المدينة الرياضية.
أخذ ناش يشجع فريقه وينظم الأنشطة ويوجه الفريق بكل حماس وروح رياضية. من هذا الطفل المميز الذي يقف هنا؟ إنه ناش، سأروي لك قصته. مبروك يا ناش فوز مدرستكم. نحن هنا في اللجنة الأولمبية الأردنية نريد أن تكون الرياضة جزءاً من حياة الأطفال الأردنيين. لقد سمعت قصتك وكيف غيرت الرياضة حياتك، وأريدك أن تنضم لنا لنشر الرياضة والروح الأولمبية في المملكة وأن تكون سفير اللجنة الأولمبية الأردنية. وأنتم أصدقائي، هل تريدون أن تكون الرياضة جزءاً من حياتكم؟ وأن تكونوا أبطالاً مثل ناش؟ عيش الرياضة.